سلام. السيدات والسادة، كل عام حضراتكم بخير بمناسبة الاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك حسب التقويم الغربي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة القداس الإلهي من كاتدرائية القديسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، ويترأس صلاة القداس غبطة الأب البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق ولفيف من الأباء المطارنة والأساقفة الأجلاء بمشاركة خورس الشمامسة. اعتدنا في كل عام أن نتحدث عن موضوع معين يخص الميلاد، فتحدثنا في الأعوام السابقة عن ميلاد السلام، ميلاد الرحمة، ميلاد المحبة، ميلاد الفرح، ميلاد الرجاء، ميلاد النور، وميلاد الأمان. أما هذا العام فسنتحدث عن ميلاد المعية. يعني إيه ميلاد المعية؟ قبل حوالي 8 قرون من ميلاد المسيح قال إشعياء النبي: هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. إذن ميلاد المعية يعني ميلاد فكر جديد للبناء والتجديد، المقارنة ما قبل ميلاد السيد المسيح وبعد ميلاد المسيح. عمانوئيل اسم عبري معناه الله معنا، إرشاد الله، وصية الله، رعاية الله، حماية الله، وكل ده بيؤدي بالإنسان أن يولد من جديد. وفي التجديد تنقسم العلاقات إلى علاقة الإنسان بالله، وعلاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. علاقة الإنسان بالله مليئة بالحب المتجدد، بالعهود المتجددة، وبالرعاية والحماية المتجددة. أما علاقة الإنسان بالإنسان فهي حب، إخلاص، وفاء، ورحمة متجددة. وعلاقة الإنسان بالطبيعة أيضا تحتاج إلى تجديد من خلال تفاعل الإنسان مع الطبيعة. نزرع الأرض نرويها وهي تدينا ثمرها، الأنهار نعتني بها ولا نلوثها فهي مصدر الحياة. الله الكائن قبل وجود الخليقة، به نحيا ونتحرك ونوجد، به نتجدد. الله كائن في صميم حياة البشر، ألام البشر هي ألامه ومعاناتهم هي معاناته، ومع الألام والمعاناة ومشاكل الكون يجب أن يناضل الإنسان في صراع مع الفساد والشر ليحوله إلى بناء وتنمية. والله سيكون في قلب هذا الجهاد الإنساني، يلهمه ويغذيه ويوجهه نحو أفاق جديدة. إن كل إنجاز خير وجميل صنعه البشر، وكل ما حققوه من حضارات من خير وحق وعدل وازدهار فهو نتيجة لمعية الله، أي الحياة الجديدة، لأن الله معنا. السيدات والسادة، أترككم خلال الساعات القادمة لمتابعة صلاة القداس الإلهي الذي يترأسه غبطة الأب البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، الذي سيدخل إلى الكنيسة الآن، إلى صحن الكنيسة، ومعه لفيف من الأباء المطارنة والأساقفة الأجلاء. هذا القداس here in
نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. اللهم اجعلنا مستحقين أن ندعوك قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك النور والقوة والمجد إلى الأبد. أنت يا رب علمتنا هذا السر العظيم، سر الخلاص. أنت دعوتنا نحن الضعفاء لنكون خداما لمذبحك المقدس. اجعلنا أهلا بقوة روحك القدوس أن نقدم ذبيحتنا هذه لمجدك العظيم. لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. قلبا نقيا نقيا.
وتايو نمو انت بنا جيت رياس بيوتنا ببشيري نم بي ابن بمي سواب وهيريني نمو كوتي جنتوي ما باس سواب ان كاسو ليك ان اقصتو ليك انك كليسية انت فنوتي امين اريف ما بيبشيس ان يطبعيني لك اخوان نمني يطبعين وقو نمني يطبعين ويقولي تطبعين وطيرو ام بيبك بيبول خني في قوي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد مبارك الله ضابط الكون يسوع المسيح ربنا سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب لأن رحمته قد عظمت علينا صدق الرب يدوم إلى الأبد أمين هللوا Oh.
واهب الخيرات، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا، يسوع المسيح نشكرك في كل حال لأنك سترتنا وساعدتنا، حفظتنا وأشفقت علينا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا في سلام بمخافتك، باركنا وبارك شعبك وبارك هذه القرابين، ابعد عنا كل تجربة وكل شر وارزقنا كل خير بنعمة ربنا يسوع المسيح، آمين. السيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الآب الذي غفر كل خطايانا بألامه المخلصة المحية، نفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا تغفر له، من أمسكتموها عليه ممسكت. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، من أجلنا جميعا نحن الخطأ المنحنين أمام مجدك القدوس، ارحمنا، اغفر خطايانا التي ارتكبناها بالفكر والقول والفعل والإهمال، اغفرها لنا بالسلطان الذي أعطيته لكنيستك المقدسة، الرسل الأطهار، القديس مرقس الإنجيلي، أباء المجامع المسكونية والشخص الضعيف، باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. Yeah.
بشيء تاني خلوي اتس ماروت يوسف بيها مشي من في اثقوب سلومي بشويس اري اه مطنان بيكو ايفولنتين النوبي انت بي اطلو فوروس امارتي روس باتشوي سيبو اورو جيور جيوس باتشوي اري اه مطنان بيكو ايبولن تن النوفي شياري بون خم بنيو تطايو تنارشي إيرف سبابا أبا فرانسيس إبتشويس أري إه مطنان بيكو إبولنتين النوبي شياري ابون خنن يوتك طايوتن ذيك اصني متروبو لتسنمني بسكوب اصنيتك نماني بشو البولس قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. إن الله بعدما كلم الآباء قديما بالأنبياء مرات كثيرة بوجوه كثيرة كلمنا في آخر الأيام هذه بابن جعله وارثا لكل شيء وبه أنشأ العالمين، هو شعاع مجده وصورة جوهره، يحفظ كل شيء بقوة كلمته، وبعدما قام بالتطهير من الخطايا جلس عن يمين ذي الجلال في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار مال الاسم الذي ورثه من فضل على أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك؟ وقال أيضا: إني سأكون له أبا وهو يكون لي ابنا. ويقول عند إدخال البكر إلى العالم: ولتسجد له جميع ملائكة الله،
وفي الملائكة يقول: جعل من ملائكته أرواحًا ومن خدامه لهيب نار. وفي الابن يقول: إن عرشك اللهم لأبد الدهور، وصولجان الاستقامة صولجان ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك اللهم مسحك إلهك بزيت الابتهاج من دون أصحابك. وقال أيضا: ربي أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، وطي الرداء تطويها، وكالسيب تتبدل، وأنت وسنوك لا تنتهي. فلمن من الملائكة قال الله يوما: اجلس عن يميني حتى أجعل أعدائك موطئا لقدميك؟ أما هم كلهم أرواح مكلفون بالخدمة يرسلون من أجل الذين سيرثون الخلاص. لذلك يجب أن نزداد اهتمامًا بما سمعناه مخافة أن نتيه عن الطريق، فإذا كان الكلام الذي أعلن على لسان الملائكة قد أثبت فنالت كل معصية ومخالفة جزاءً عادلا، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص الذي شرع في إعلانه على لسان الرب، وأثبته لنا أولئك الذين سمعوه، وأيدته شهادة الله بآيات وأعاجيب ومعجزات مختلفة، وبما يوزع الروح القدس من مواهب كما يشاء. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعنا، أمين. الكاثوليكون من رسالة ماري بطرس الثانية الإصحاح الأول، بركاته علينا أمين. لأجل هذا أذكركم كل حين بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين وراسخين في الحق الحاضر، وأرى من العدل ما أفكر فيه، وهو إني ما دمت مقيماً في هذا المسكن فإني أنهضكم بالتذكار، عالماً أن مسكني سينحل سريعاً كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح، وسأجتهد في كل حين لتتذكروا هذه الأمور بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات الحكمة إذ أعلمناكم قوة ومجيء ربنا يسوع المسيح، بل وكنا معاينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب الكرامة والمجد إذ أتاه صوت من المجد العظيم الجليل يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت، كنا معه في الجبل المقدس، وكلام الأنبياء ثابت عندنا الذي تحسنون إذا أصغيتم إليه، كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم إلى أن ينفجر النهار ويشرق النور في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فيثبت إلى الأبد، آمين. شرفت لا يا 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 أكبوليس إني أبرو اتيس
شرن ماري شروم بي اي 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 اثني صوت فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تحل علينا يا آبائي وأخوتي وأخواتي آمين. ولما أوشك يوحنا أن ينهي شوطه قال: من تظنون أني هو؟ لست إياه، ها هو ذا آت بعدي، ذاك الذي لست أهلاً لأن أفك رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء سلالة إبراهيم، ويا أيها الحاضرون هنا من الذين يتقون الله، إلينا أرسلت هذه الكلمة، كلمة الخلاص، فإن أهل أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوه وحكموا عليه، فأتموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت. ومع أنهم لم يجدوا سبباً يستوجبوا به الموت، طلبوا إلى بيلاطس أن يقتله. وبعدما أتموا كل ما كتب في شأنه، أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في القبر، غير أن الله أقامه من بين الأموات، فتراءى أيامًا كثيرةً للذين صعدوا معه من الجليلة إلى أورشليم، وهم الآن شهودٌ له عند الشعب. ونحن أيضًا نبشركم بأن ما وعد به آباؤنا قد أتمه الله لنا نحن أبناءهم، إذ أقام يسوع كما كتب في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. Christos is
فصل شريف من بشارة معلمنا مارلوك البشير التلميذ الطاهر بارك ربنا وإلهنا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي له المجد الدائم قيصر بأن تكتتب جميع المسكونة وتم هذا الاكتتاب الأول إذ كان كيرينيوس واليا على سوريا فمضى جميعهم ليكتتب كل واحد إلى مدينته فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لاح لأنه كان من بيت داود ومن عشيرته ليكتب اسمه مع مريم خطيبته وهي حبلى
وبينما كان هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر ولفته ووضعته في مزود لأنه لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورى رعاة في الحقل يرعون ويحرسون حراسة الليل على قطيعهم، وإذا بملاك الرب وقف بهم ومجد الله أشرق عليهم فخافوا خوفا عظيما جدا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فأنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه قد ولد لكم مخلص وهو المسيح الرب في مدينة داود. وهذه علامة لكم أنكم تجدون طفلا ملفوفا موضوعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمع من الجند السماوي يسبحون الله قائلين: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. ولما انطلق الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: لنمضي إلى بيت لحم ولننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل موضوعا في مزود. فلما رووه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قال لهم الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام وتتفكر به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا وعينوا كما قيل لهم حقاً. إخوتي الأحباء، أصحاب النيافة، المطارنة والأساقفة، أخواتي وإخوتي الأحباء، الحضور الكريم، النعمة والسلام في ربنا يسوع المسيح مولود بيت لحم. أشكر الله معكم الذي مكننا أن نجتمع هذه الليلة لنصلي معاً ونحتفل بعيد الميلاد المجيد. مرة أخرى يذكرنا الاحتفال بميلاد السيد المسيح أن الله معنا، يرافقنا، يباركنا ويقدسنا. تبارك الرب لأنه افتقد شعبه وافتداه. هذه كلمات وردت على لسان زكريا الكاهن بعدما انفتح فمه وانطلق لسانه ليبارك الرب على خلاصه لشعبه على مر التاريخ. اختبر زكريا وزوجته اليصابات حنان الله، وعبر عن ذلك في اختيارهما اسم ابنهما يوحنا
وهو يعني الله يتحنن، فقد تجلى حنان الله في المسيح وأنار حضوره الحياة، فملأ الكون فرحاً وسلاماً. أريد أن أتأمل معكم حول ما نؤمن به كمسيحيين، وهو تجسد الكلمة الأزلية، حول التجسد كحضور الله وتضامنه مع الإنسان، وهو أيضاً شركة وحياة لجميع الناس. أولاً، التجسد حضور وتضامن. نقرأ في إنجيل القديس يوحنا الفصل الأول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والكلمة صار بشراً وسكن بيننا. صار كلمة الله إنساناً وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. صار إنساناً لكي ما يشركنا في حياته الإلهية. ليس هناك شرح لسر التجسد إلا محبة الله للإنسان، وهذه تلخص كل إعلان عن الله، لأن الله محبة. ولد المسيح فاتحدت السماء بالأرض. افتقد الله شعبه في واقعه، في أزماته، تضامن مع الإنسان وكشف محبته الشاملة لكل بني البشر. تضامن الرب يسوع مع الإنسان المتألم والمرفوض، كما كان يفعل مع مرضى البرص المرفوضين من المجتمع، وكذلك مع الخطأ والعشرين. أسس المسيح عالماً يسوده الحب لا الاستغلال، وعلم أن وصية المحبة هي ملخص كل الوصايا. أسس عالماً يغمره السلام لا الحرب، وعلم طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. أسس عالماً تملأه الوداعة لا العنف، وعلم وعاش طوبى للودعاء، فإنهم يرثون الأرض. أسس عالم تميزه الخدمة لا التسلط، وعلم من أراد أن يكون فيكم كبيراً أو عظيماً فليكن لكم خادماً. وهو المعلم والسيد، غسل أرجل تلاميذه. هكذا أسس المسيح عالماً يحترم ويقدر كرامة الإنسان، لا إهانته أو تشويهه، وحقق بحياته قبل كلامه المعنى الحقيقي للحضور الحي الفعال المنتبه. في السنوات الأخيرة كشفت لنا أزمة كورونا التي عشنا فيها
خبرة الخوف والتباعد، أن لا أحد يعيش أو يخلص بمفرده، وأعلنت أن التضامن البشري على المستوى الإنساني والروحي والاقتصادي هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة، كما أن الحضور الإنساني الشخصي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله بأي وسائل أخرى، ومهما تقدمت وسائل التواصل الاجتماعي لن يمكنها أن تعوضه. هكذا نجد أن التجسد هو فعل حب إلهي، بفضله نستطيع أن نلمس حضور الله في أدق تفاصيل حياتنا اليومية. النقطة الثانية أن التجسد هو شركة وحياة. نقرأ أيضاً في رسالة القديس يوحنا الأولى: ذاك الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به أنتم أيضاً لتكون لكم أيضاً مشاركة معنا، ومشاركتنا هي مشاركة للآب ولابنه يسوع المسيح. فاضت المحبة الإلهية في المسيح يسوع، فكشف شركة الحياة الإلهية في أعماقها، وأسس العائلة الإنسانية القائمة على أبوة الله، حتى استرد المؤمنون به سلطان البنوة الإلهية، فكل الذين قبلوه وهم مكنهم أن يصيروا أبناء الله أو أولاد الله. كذلك أخوة البشر فيما بينهم على مثال صورته، ليكون هو بكراً لإخوة كثيرين كما سمعنا في قراءة اليوم. كما أشرك المسيح أيضاً الإنسان في قيامته، فقد قام المسيح ليقيم الإنسان من الخطيئة فيحيا حياة القداسة التي هي أساس الشركة مع الله. بهذا تصبح القيامة حدثاً الآن، آنياً لا مستقبلياً فقط،